للمزيد حول فعاليات مهرجان أسوان السينمائي تنضم إلينا من هناك الزميلة منى هاني. منى، بعد تحية أطلعينا على آخر مستجدات هذا الحفل وأيضا أبرز الحضور لديك حتى الآن. تحياتي أسامة وتحياتي أعزائي المشاهدين. أسوان اليوم تحتفل بالمرأة في ليلة افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي يشارك به 32 فيلما يتنافسون على الجوائز القصيرة والطويلة. المهرجان يسلط الضوء على القوة النسائية وإسهاماتها بقطاع الفن السابع عالم السينما، وبذلك تم تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق والفنانة المصرية منى شلبي والفنانة العالمية باربرا بوشيه. فعاليات المهرجان اليوم تقام تحت دعم وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، والوفود المشاركة اليوم أتت من 20 دولة حول العالم مثل أوروبا وأمريكا وآسيا لدعم المرأة من أسوان مصر، وليست فقط المرأة التي تظهر أمام الكاميرا بل المرأة التي تعلم بالسينما خلف الكواليس أيضا. وليس هذا غريبا على أسوان أنها تستضيف مثل هذا المهرجان هنا، حيث أنها كانت تعرف قديما باسم سونو وكانت مركزا تجاريا يربط بين مصر وبلاد النوبة، وكانت ملتقى ثقافيا لجميع بلاد إفريقيا. ولذلك من هنا من بلاد الذهب مدينة السحر والجمال ننقل لكم فعاليات هذا المهرجان في دورته الثالثة الذي شهد حضورا غنيا من الفنانين والفنانات المصريات مثل يسرى اللوزي والكثير أيضا. عودة إليك أسامة في الاستوديو. الزميلة منى هاني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.